السؤال بقى دلوقتي هو للأعمار يبدأ منين والأعمار وبعدين نسأل على أصحاب الأمراض المزمنة اللي ممكن يبقى عندهم أمراض مزمنة، هل عادي يتعاملوا معاه؟ ألب مالتي فيت بيتاخد من سنة 14 سنة، مفيش أي مشكلة. كويس. أصحاب الأمراض المزمنة سواء سكر سواء قلب كوليسترول ما عنديش أي مشكلة في ألب مالتي فيت، بالعكس مفيهوش يعني حاجة فيتامين إي مضاد الالتهاب، انتي اوكسيدنت، فيتامين سي انتي اوكسيدنت، فاوريدي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره ألب مالتي فيت، لكن ليس علاج للكوليسترول برضو عشان الناس تبقى فاهمه الوضع. لكن هل هو يتعارض مع اي دواء؟ هو ما فيهوش اي ماده فعاله يتعارض مع اي دواء اصحاب الامراض المزمنه بتاخده، ويقدروا لو حبوا يستشيروا الطبيب ما فيش مشكله. اوكي. مريض السكر اكيد الدكتور بيدعمه بفيتامين بي كومبلكس، اقدر اقول له ان ألب مالتي فيت دخله فيتامين بي كومبلكس العائله كامله. الكونسرن بتاعي البسيط جدا ان هم ممكن اصحاب الامراض الكلى او امراض الكبد يستشيروا الطبيب في اي حاجه بياخدوها، مش بس فيتامين، او حتى الاكل والشرب بيبقى برضو الدكتور بيقول لهم الاكل الاحسن ايه الاكل مش احسن ايه واتقفل. لكن كل الناس التانيين يقدروا يستخدموا ألب مالتي فيت بطريقه امنه جدا. وعلى الشاشه دلوقتي المميزات اكيد بتاعه هذا المنتج المرخص من هيئه سلامه الغذاء ألب مالتي فيت. اوكي، هو يعني اعلى في التركيز في الزنك. ده الاعلى تركيز زنك، يعني مناعه، يعني طاقه، ذكوره، يعني بيحسن الخصوبه بشكل ما، وليس علاج لعقم عند الرجل. بشره طبعا. يعني ايه بشره؟ يعني هو اوريدي في فيتامين اي، في فيتامين سي، واحنا عارفين ان كل الحاجات دي دعائمه جدا للبشرة. وفي فيتامين بي للترطيب كمان. الله. فانت وانس انك رطبتي هتاخري جدا ظهور الفاين لاينز والتجاعيد. الشعر لانه يحتوي على الفوليك اسيد، يحتوي على الزنك، يحتوي على النحاس، يحتوي على البيوتين. نقول للست الحامل لما بتاخد في اول الحمل بيبقى طول فتره الحمل شعرها رائع وشعرنا بيتقل وشعرنا بيبقى جميل. بالظبط. لازم الست الحامل تاخد فيتامينز عشان ما تتاثرش، وبالذات الكالسيوم بقى، عشان هي وهي حامل البيبي هياخد الفيتامينز اللي هي اللي هو عايزه. مش هيهمه ان هي ما عندهاش مخزون للفيتامين. لو سحب منها الكالسيوم قوي هيحصل لها مشاكل كبيره جدا في العظم. فلازم اي سيده حامل تستشير الدكتور بتاعها ازاي تقدر تاخد الفيتامينز. اكيد بدي اعملها ألب مالتي فيت امن. تقدر تسال الدكتور هل هي محتاجه اكسترا سبلمنت كالسيوم مع ألب مالتي فيت وقت الحمل، وبعد بعد ما بتولد بتاخد بتكمل على ألب مالتي فيت. ده هايل جدا. طب وما بعد بقى بعد الولاده تقدر تتعامل مع الفيتامين عادي؟ عارفه يا عظيمه، يعني يمكن السيدات اللي هم اللي بترضع يقول لك خلاص انا خلصت وولدت مش هاخد فيتامينات. بالعكس. دي مقوله خاطئه. لازم فوليك اسيد. الفوليك اسيد كمان بيدعم صحتها النفسيه. احيانا السيدات الحوامل بعض منهم بيجي لهم اكتئاب ما بعد الولاده. صحيح. لازم تدعم الصحه النفسيه بتاعتها. الفوليك اسيد بيعمل ده. محتاجه اوميجا، محتاجه اوميجا، يا اما تاكل اسماك دهنيه يا اما عندنا حاجات محترمه في السوق فيها اوميجا. محتاج الدكتور برضو اللي بيقول لها اللي بيرشح لها الفيتامينز اللي هي محتاجاها. بقول لها ان ألب مالتي فيت رائع لانه في فيتامين بي كومبلكس، في فيتامين سي، في كالسيوم مهم جدا ليها، في زنك وفي نحاس. طب انا لما هاخد ألب مالتي فيت ده امشي عليه فتره قد ايه؟ وهل لازم اوقفه زي باقي الفيتامينز او المكملات الغذائيه اللي بتساعد؟ عشان في حاجات لازم نوقفها ما اقدرش استخدمها مثلا لفتره طويله. فقول لنا برده الحته دي. ألب مالتي فيت ما فيش مشكله ان انا بستخدمه. اولا التركيزات بتاعته امنه ومصرح بيها، وهو مكمل غذائي وليس علاج لاي مشكله. فانا ما عنديش مشكله ان انا اكمل بيه، بلس ان معظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، يعني الاكسيد منه بينزل عن طريق البول، لكن هو مش هيحصل اكسيد لان التراكيز اللي موجوده اقل من المطلوب. انا محتاجه ادعم كمان بالاكل الصحي. كويس جدا. طيب.